نرحب كالعاده مشاهدينا بايدي. صباح الخير. حياك الله. كيفك عريس؟ الله يخليك. تمام. الله يهنيك يا رب. يعني حبيبي اجمعين يا رب. اليوم مشاهدينا راح نتكلم عن الرخام، نشوف ما هي الاخطاء اللي نقع فيها احيانا والاشياء اللي لازم نعرفها في طريقه اختيارنا. فاليوم راح نستعرض مجموعه من الصور وانا وايدي يس ونو نتفق او سيدين. نختلف. هيدي الرخام علي صح وعلي غلط، تعطي رايك، كل واحد بيعطي رايه وبنشوف وين الصح وين الغلط بالموضوع. ماشي. خلينا نبتدي بالصوره الاولى. نقول بسم الله. يلا الصوره الاولى شو بتقول؟ انا اشوف يعني في مبالغه صراحه. ليك بتقطع، انا بقول اوكي انت بتقطع منا غلط. بس بدك تشوف الطريقه اللي من بعد الحمام، يعني اذا كان كله هيك مكفى ولا لا. اذا كان مكفى بالسيدة بيطلع كان بس جهه البانيو والحيط بيكون 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 مرتب ماشي اللون، او اذا لا بيكون زحمه لانه فعلا. طيب ماشي نروح انا وياك. انت بدك تحط لا، انت حبيت ولا ما حبيت؟ مو انت اثرت علي انا. طيب اوكي انا خطا انت صح. ما نروح على الصوره الثانيه. الصوره اللي بعدها انا بقول لا. شو بتقول هاني؟ تحطه ببيتك ولا ما بتحطه؟ والله يعني في مبالغه شوي فانا لا. يعني اوكي انا بقول انا وياك لا، لانه كثره الخام بالنقشات الموجوده بقلب الحمام، يعني مثلا اذا بدك تروح النقشه تكون مبينه بالبانيو ولا بالمغسله هونيك، لازم يكون الحيطان الباقيه كلها على لون ساده. واذا بدك تعكس الحيطان والارضيات يكون اللي هن فيهم ديزاين، المفروض يكون المغسله والبانيو يكونوا ساده، يعني على الابيض ساده تعمل كونتراست اكثر بالالوان. وبعدين حتى مكان البانيو يعني بالنص صاير ولا يمكن هم ما هذا المساحه. شوف الصوره الثالثه. شوف صورة يا أصدقائي. شوف صورة بسرعة. أنا بقول لا كمان حضلتها هون. لا. لأنه الاختيار كيف مدمجين، يعني طالعين من الديزاين المعرق وفي طالعين فيه لبرا، والخلط بالنوعين الرخام كمان منه ماشي. يعني كان لازم يمشوا مع الأرض اللي برا لون ويكفوا اللي جوا مع البانيو كمان، يعني يكون ستايل واحد. في شوي خلط بالألوان ما أنا بحب، خاصة إنه كمان مكفينا مع السقف. تمام، فإذا أنت لا وأنا لا. نشوف اللي بعدها. الصورة اللي بعدها كمان لا. أنت خلص خلينا نضلنا حاطينها على هذه. ليش لا؟ يعني فيها فكرة ولا ليك البشع اللي فيها السترايبس اللي حاطينها، يعني المفروض يكون الستينلس المحطوط أو الفواصل تكون على أرفع واللون ما يكون باهت. يعني أنا مثلا بروح بهذه الألوان شوي الفضي أكثر، أو إذا بدك تروح على الجولد بتروح على الـ على الـ على الأرفع، يعني اللون ما يكون كثير بارز. نعم. يعني كيف هو هيك نحن حاطينهم هون بالرخام. نعم. بالصورة اللي تحت نفس الموضوع، يعني بتحس ما في كثير هالبروز. اذا انت لا انا لا. نشوف الصوره اللي بعدها. انت اعطيني رايك. يعني والله ما بتحطها. يعني انا مثلا عندي ملاحظه على المغاسل انه كمان المغاسل فيها، ولكن هذه ممكن اقول يس، هذه ممكن اعطيها يس. انا راح اقول لا. هذه انا ايه حسيت الأرضية مع الحيطان كمان كتير، كمان بده لازم يكون في كسر ألواني، يعني يا الأرضية بدها تكون سادة. الحين بس إنه نبيل أسمر مخرجنا قاعد يقول إنه علي شوي بس، لأنه أنت مختار رخام فثقيلة هذه ما يقدر. خفيفة شوية رياضة ما بتنفع. خلص شيل. ورينا يا. أنت صح ولا لا؟ أنا بقول لا. خلص أنا. يا حي هاي لشغلة واحدة راحت صورة خلص. يلا اللي بعده هذا يس. أنا بقول إيه يس. هذا يس. شوف خلط الالوان الخشب الرخام كيف مركب، يعني خلط الانواع بالحيطان ولا بالمغاسل عاطي هدوء مع الخشب كمان مهدى، يعني شو ما تحط معه بده يبرز. فعلا لا رائع وسمبل وناعم خفيف. يعني نعم. ما في شيء. هذا الحلو. خلينا نشوف الصوره اللي بعدها. كمان انا اوكي. انت اوكي؟ هذا اوكي انا كمان، لانه جيد. شو حبيت فيها للصورة كشيها؟ والله أنا عادة الرخام مع الخشب يلفت انتباهي وحقيقة البساطة البيج، يعني رايح أنه نسقين مع الخشب، الرخام مريح مش الالوان خاصه مارك. لاحظ انه كله سمبل، بيعطي هدوء. يعني هلا كل شيء حدا بتروح على المودرن بخف شوي التعجيق، يعني شو ما تحط معه شو ما تزيد بضل 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 مبين. اللي بعده اكيد لا. هذه لا. هذا راس جراندايزر. فعلا دوغ فليتر. نكست شباب اللي بعده.
هذه نعم ممكن ليك حلوة أنا في أقول عنها إيه بس فيها خطأين يعني الأرضية الشاور أنا كنت أفضيها كمان تكون غامقة يعني ما يكون هالكونتراست كتير مبين والتبع لخزينة المغسلة كنت أفضيها تكون مع الجولد ما تكون أسود لأنه منا كتير بارزة نعم. يعني لو كملت على الذهبي كنت عملت كونتراست ماشي مع الرخام إذن أنت نعم أنا نعم مع ملاحة إيه. نكتفي بهذا القدر ودنا تعطينا نصائح عامة بما يخص اختيار الرخام هاني في هن أربع نقاط العالم أغلبيتها ما كتير بنتبهوا لها أول شيء عندك طريقة التنظيف هلأ من بعد كورونا نعم. صارت العالم أكتر شيء بتكب المعقمات على الأرض نعم. المعقمات على الرخام بتنزعه يعني بروح لمعيته إيه لأنه فيها نسبة كحول كتير عالية بصير باهت فبتصل بتبع جماعة الرخام بقولوا رخامكم منيح لا هي طريقة الغسيل غلط فلازم يكون أكتر شيء الغسيل بالصابون والماء وقد ما فينا نتفادى الكحول بالتنظيف طبعا ممكن يجيك أحد يقول لك أنا ما راح أنظف الرخام اللي على 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 الجدار بالكحول ولكن أحيانا الطاولات إيفن بالطاولة بالصابون والماء أو إذا بدك تحط مثل كان يعني دائما تحط نقطة صغيرة بس إذا بدك تحقن أهم شيء تاني نقطة وكتير مهمة بس بدنا نختار الرخام ما نختار العينة حسب اللي بتشوفها بالشوروم يعني أنت لازم تطلع على المصنع تختار لسلبيت على كبير تشوفها إذا مفقعة إذا منيحة ولا مش منيحة وتشوف الألوان لأنه المصنع اللي بتشوفها بالمحل نهائيا بتختلف عن اللي بتكون على الـ بس مو كل زبون عادي يقدر يروح المصنع مضطر هاني لأنه بتعرف الأرخام هو ناتشورال طبيعي ما معقول تلاقي نفس اللون هو زيته تكون شايفه على المصنع يعني بده يكون يا أفتح يا أغمق يا بتلاقي في عروق أكتر نعم. بدك تعملها ماتش أكتر وأهم موضوع أنت عم تعمل الديزاين قبل ما تعمل الديزاين والتنفيذ بدك نقطة كتير مهمة تحط ميزانية لكل أريا يعني بدك تحكي مع المهندس بدك تقول له أنا حاطت ميزانية للصالون هالقد لغرفة في النوم هالقد لأنه إذا المهندس ترك المهندس يعمل ديزاين وآخر شيء وصلت على الكوتيشن وطلعت واو بتطلع الصرخة بدك تعيد كل شيء من الأول وأهم شيء عن تركيب الرخام بدنا نعمل صيانة للأرضيات مشان تمتص الرطوبة لا قبل ما تركب قبل يعني بدك تعمل معالجة معالجة قبل التركيب ومن بعد التركيب كمان على الرخام مشان ما يمتص ممتاز حبيبي إيدي شكرا جزيلا لك نورتنا